حدا حابب يترشح له حق يترشح. المهم يلي بده ينزل على الانتخابات يكون عنده برنامج يفيد بلده ويفيد المواطن اللبناني. يقلبوها من خارج المجلس وخارج المرشحين لا تشتغل بحرية ضمير، ما عندهم بقى لا فلان ولا علتين، لا لا أنا إلا مصلحتي ولا إلا مصلحة غيري. بدنا هذه الحكومة حتى لو صار في شروط سياسية بالآخر رئيس جمهورية رأس الحكومة ألف حكومة تعمل الانتخابات. واحد متأهل للكرسي يعطوه إياه. إذا مرشحين ولا مش مرشحين ما إلها أهمية، عشان كل واحد له اهتمام سياسي. في أي حكومة بوقت ما في دولة ما بعرف مين بده ينتخبه مين ما بده ينتخبه، ما حتفرق مع الصراحة، مش مستفيد من حدا، بس يصير لبنان للبنانيين، اللبنانيين من كل الطوائف. ساعتها يمكن فينا نحكي بحكومة بدولة